وصلنا لين 4 في أوروبا بينتقدوا من داخل الأسرة، بينتقد الحكم في السعودية، 3 منهم من خطفه، فأنا الوحيد اللي باقي. النظام السياسي السعودي يعني زاد حدته في الدكتاتورية وفي الاعتقالات أكثر، أو يعني نقول 99% من أي أحد كان يتخيل أو كان ينتظر منه أنه يعارض دخل السجن للصمت وليس للاعتراض. زادت الملاحقات المعارضة السعودية في الخارج. قالها أكثر من مرة أن لديه بيعة سواء للملك سلمان أو لابنه ولي العهد، ولكن للأسف قالها لي بالحرف أن أنا هكذا أعامل المملكة، ولكن المملكة تعاملني كأنني أطلقت النار على الملك وهربت.